يعني أول شيء أنا بارك للهلال وللاعب وأتمنى له التوفيق. في الجانب الآخر خسارة كبيرة جدا لنادي الشباب. من بيعوض؟ أنا كنت بسألك هالسؤال بس ضيعونه. معلش معلش اللي بقدمه سعود عبد العزيز الله يعينه. خسارة جدا لنادي الشباب بالإضافة إلى الخسارة الأخرى اللي ممكن تكون خلال ساعات اللي هو الكابتن عبد الله الخيبري اللي ممكن يروح لنادي النصر. النصر نعم. طبعا هذول لاعبين في نادي الشباب يلعبون أساسيين في المنتخب برضو أساسيين، يعني عبد الله الخيبري كان مصاب ولا كان يمكن موجود في التشكيل. فهذه ضربة صراحة يعني وخسارة كبيرة جدا لنادي الشباب. الله يكون بعون الإدارة نتعوض، لأنه احنا نعرف عن الأستاذ خالد البلطان أنه دائما هو من يأتي باللاعبين وليس اللاعبين هم من يرحلون. هذه فترة جدا حساسة لنادي الشباب. بالنسبة لوضعية هتان يوم يتكلم سعود يقول لك التنافس اللي بيصير بين اللاعبين، بالعكس ترى من صالح الفريق. بالعكس هذا من صالح الفريق ومن صالح اللعيبة ومن صالح الجهاز الفني حتى والإداري، أنه يكون عندك أوراق كثيرة، خصوصا نتكلم على الشق الهجومي. انت تتكلم على فرضا الان كاريلو، تتكلم على سلمان سالم، تتكلم على عابد. برضو ممكن اتكلم ممكن برضو يكون لدى الجهاز الطبي او الاداري عندهم مشاكل بالنسبه اصابات او ملاحظات على بعض اللاعبين، يبغى يجيب لاعب زي هذا، لاعب شاب، لاعب قاعد صراحه يعني يقاتل. اتكلم على يقاتل لانه فجاه كذا يعني هتان صار لاعب مشهور ولاعب مرغوب ولاعب محبوب ولاعب يلفت النظر. هو ما جاء يعني صحيح انه عاش في نادي الاتحاد نادي كبير وتحت ضغوط جماهيريه، بعد كذا راح لنادي الخليج، ما قال والله انا بروح لنادي صغير او نادي في درجه اولى، لا اللي قاتل وحتى يعني اثبت وجوده وانتقل لنادي نادي كبير ونادي جماهيري نادي شباب ونادي تحت الضغط. لا تفكر اللاعب اللي يلعب في نادي شباب انه يلعب بدون ضغط، لا في جمهور مؤثر في نادي الشباب، وهتان اثبت وقاتل في الخانه اللي اعطاه اياه الكابتن المدرب نادي الشباب حتى اثبت وجوده، وصل الى انه بيتزي وعيون بيتزي والفريق اللي مع بيتزي قال اللاعب هذا لابد يكون موجود معنا. يعني تجارب هتان السابقه صراحه تحديات ممكن تحديات. ممكن تعطيه دافع ان تجربته القادمه مع الهلال تكون قويه. بس بوجه نصيحه أنا. انا بوجه نصيحه وبعض النصيحه انا ودي ابو عبد الله يعطينا، ليش الشباب فرط في هالنجوم هذول؟ ما كان الشباب، انا اتكلم عن يعطي راي في هالموضوع هذا باختصار. هي أمور ليش خرجوا؟ امور ماليه، امور ماليه. هم النادي يبغى المبالغ تكون على مراحل. على الرواتب، واللعيبه يبغون كاش. على العموم انا نصيحتي للهتان وحتى لعبد الله الخيبري اذا انتقل لابد تقاتل. هذه صفحه الشباب انطوت، انت بتدخل مرحله تحدي. لو في البداية ما لقيت نفسك في الأساسي أو ما تلعب، لا تيأس. أنت دخلت في مرحلة يعني بالنسبة لي صعبة وقوية جدا. أنت قاعد تلعب مع أو تنافس مين؟ تنافس سالم، العابد، كاريلو، ترى هذول اللعيبة يعني معليش. مو هذه بخليني أسألك سؤال. ادخل تحدي. مو هذه بخليني أسألك سؤال. الفرصة. اللاعب لما يكون سوبر ستار في فريقه أيوة. ويروح النادي ما هو اللي تحت المجهر، كيف يتعامل مع هالموضوع؟ هنا هذا ليش انا قلت توجه له رساله، لانه ابغاه يقاتل. بتجي الفرصه، اللاعب بتجي الفرصه، واذا جت الفرصه هذاك الوقت لابد يتمسك فيها. ومعليش لا ينظر لاسماء والله الشلهوب واسماء سالم واسماء كاريلو، لا لابد يقاتل. هو دخل مرحله تحدي واثبات وجود يا سلطان. طيب مرحله في شفنا لعيبه انتقلوا لانديه اخرى ما قدروا يتحدون الموقف، لانهم كانوا يلعبون اساسيين في انديتهم ماخذين الجماهيريه، ولكن يوم دخلوا في مرحله تحدي مع نجوم فئه الف انا اسميهم بصراحه ما كانوا قد التحدي. بعضهم يأس، بعضهم اصبح بس يجي التمرين يؤدي واجب التمرين ويتكل على الله، ما يغار انه يلعب اساسي. الله يوفق اي لاعب ينتقل.